السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهرت في العراق منذ فترة ليست بالبعيدة ظاهرة إنه القتل بالنسبة للمتشبهين بالإناث أو ما يسمى بثنائي الجنس الثالث، حيث أن هؤلاء الأشخاص تطغى عليهم الخصائص الأنثوية بشكل ملحوظ على الخصائص الذكرية. فظهرت ظاهرة مقززة للانتباه، وهي قتلهم بطريقة وحشية وعشوائية يندأ لها جبين الإنساني والضمير البشري. حيث أني رجعت كتب التاريخ والتفاسير والقرآن لم أجد مثل هذا إجازة لمثل هذا القتل، حيث إذا راجعنا قصة النبي الله لوط عليه السلام عندما صادت اللواطية آنذاك في تلك الحقبة من الزمن، تولى عملية الإصلاح والتوجيه والإرشاد، حيث عرض عليهم زواج ابنتيه اللتان هما أعز ما عنده، عرضهم على هؤلاء الشاذين. الغرض من هذا الزواج هو إصلاح هؤلاء الأشخاص. فسؤالي حضرة الشيخ الجليل، هل إن هذا القتل هو مجاز شرعا، أي تطبيق لشريعة الله، أم إنه يعني اجتهاد شخصي أو عرف اجتماعي؟ عليه أطلب الإجابة على هذا السؤال وتقييمكم لهذه الظاهرة ورأيكم السديد في حل هذه المشكلة، وشكرا. شكرا لكم ولهذه للأخت السائلة الكريمة عن هذا السؤال، وتفضلوا سماحة الشيخ للإجابة عنه. شكرا للأخت السائلة. ويبدو أن الظاهرة هذه قد استفحلت في العراق، سواء يعني ظاهرة الأخذ ببعض المفاسد الغربية واستيرادها إلى الداخل، ومنها هذه المفسدة، أو ظاهرة معاقبة هؤلاء بالقتل، وهذا أمر لا يجوز. نحن ضد الأمرين كليهما، ولا بد أن نحترم شريعة محمد صلى الله عليه وآله، فلا نبتدع عقوبة من عندنا. هؤلاء من قال على عظيم جرمهم وعلى المفسدة التي أحدثوها بأنفسهم وبالناس وبالمجتمع؟ من قال أن حكمهم هو القتل؟ حكمهم طبقا لشريعة محمد صلى الله عليه وآله هو الإقصاء. عندنا أحاديث تدل على ذلك، مثلا في علل الشرائع عن علي عليه السلام أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: أخرج من مسجد رسول الله يا من لعنه رسول الله. ثم قال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شيء. وبهذا الإسناد عن علي عليه السلام قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث، فسلم عليه فرد عليه رد السلام، ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وآله في الأرض يسترجع، يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. واحد متأنث دخل على النبي صلى الله عليه وآله، والراوي أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا كنت جالسا في المسجد. يقول دخل سلم على النبي، النبي قال: وعليكم السلام، بعدين هكذا أكب، يعني كأنه أطرق برأسه إلى الأرض مثلا، ويسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: مثل هؤلاء في أمتي، لأنه هذا لما سلم معناه شنو؟ من أمة النبي صلى الله عليه وآله، لكن متأنث. قال: مثل هؤلاء في أمتي
إنه لم يكن مثل هؤلاء في أمة إلا عذبت قبل الساعة. هؤلاء اللي فرحانين بأنفسهم صايرين نسوان جنس ثالث بتعبيرهم، إيه هؤلاء أحد أسباب عذابنا، ترى نعذب قبل الساعة بسبب هذه الظاهرة. وأنا ما زلت أعجب من شباب العرب، من شباب المسلمين، لماذا لا يأخذون الأمور الإيجابية الحضارية من الغرب؟ ليش شكوا زبالة بالغرب يأخذوها؟ يعني أنتم لاحظين الظاهرة معي أم لا؟ شبابنا إحنا لما تنفتح عيونهم على العالم الغربي ويبهرهم العالم الغربي، ماذا يستوردون؟ يستوردون هذه الأشياء. يعني هو يريد يصير حضرته أنه مثل الغربيين كذا، يروح شي يسوي طريقة قص، طريقة الكلام، حركات، ما أدري تقليعات، يروح ذاك اللي يسوي له وشم، ما أدري شي يسوي، يسوي له حركات، يعني خرطيات، إلى أن وصلوه إلى أنه شنو، يفقد رجولته. ليش ما أخذت من الغرب الأشياء الإيجابية؟ ليش ما أخذت مثلا القيم الحسنة اللي عليها الشباب الغربي أو الغربيين بشكل عام؟ منها قيمة تقديس العلم، المعرفة، تقديس الوقت، الالتزام بالوقت، قيمة حقيقة جدا مهمة. الغربي عادة يقدس الوقت، ماشي بالساعة، ما يتأخر مثلا، رفق أحسنتم بالحيوان، الاهتمام بالبيئة. الغربي أكو ناس من طبيعتهم، حتى هنا إحنا عندنا في فلمر يعني منطقتنا أكو ناس دكاترة، بروفيسورية، ما أدري أصحاب مناصب في الدولة، مليارديرية، هناك كلهم ترى زناقين، بس إحنا حفاي وسطهم. زين، هؤلاء تدري عندهم يوم بالشهر، ما أدري عندهم شهر كذا، كلهم يعني دوريا هم معتادين في هاي الفيلج، في هاي القرية، يروحون يمشون بالشوارع وبوسط ما أدري البساتين والغابات كذا، ينظفون، هو ينظف بنفسه، يشيل بيده ينظف للبيئة، للصحة العامة، هو يسويها من نفسه طواعية، لا يريد جزاء ولا شكورا، وهو شخص ملياردير من علية القوم إلى آخره. هذه القيمة ليش ما استوردناها إحنا مثلا؟ وهي بالأصل قيمة إسلامية، بالأصل إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. ليش يعني إحنا إلى متى نستمر بهالطريقة؟ مثل واحد داخل قصر جميل كبير، فيه الجواهر وفيه الذهب وفيه التحف البراقة الجميلة، قايلين لهذا الإنسان ادخل هذا القصر خذ ما تشاء منه، شون رايح مسوي؟ دخل القصر، تفرج على كل هذا الجمال الموجود، رايح إلى المطبخ، شايف شنو اكو بالزبالة ماخذه. إيه انت مو تركت كل هالأشياء الجميلة الموجودة، ليش رايح على الزبالة فقط تاخذ منها؟ انتم متصورين، انتم يا الشباب المايع التافه هذا، متصورين انكم بهذه الطريقة تتحضرون؟ يعني انه انتم تصيرون نفس الشباب الغربي التالف اللي يتأنث ويتخنث. أنتم أحد أسباب البلاء، والنبي صلى الله عليه وآله كان يسترجع من هذه الظاهرة، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. مثل هؤلاء في أمتي، إنهم لم يكن مثل هؤلاء في أمة إلا عذبت قبل الساعة. ولذلك من واجبنا، من واجب المجتمع المؤمن، القضاء على هذه الظاهرة، ولكن بأي شيء؟ بالوسائل المشروعة، لا بالقتل. هذا حكم من أين جئتم به؟ ناس متأنثين، من يقول حكمهم القتل؟ أقصى ما هنالك تعزير وإقصاء ونفي، تبعيد. يقول النبي صلى الله عليه وآله أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شيء. إذا واحد محصلها واحد مبتلى بي نعوذ بالله في البيت، يطلعه يطرده، يقول إلان تستعدل تصير رجل بعدين نرجع للبيت مثلا. إقصاء يصير، إقصاء اجتماعي، حتى يشعرون بأنهم منبوذون. هذا الأمر يجعلهم يدفعهم لمراجعة أنفسهم،
أما تروح تقتله الذبحة، أنت منو؟ أنت حاكم شرعي، أنت قاضي، أنت شنو حتى تروح تحكم تروح تقتل الناس بهذه الطريقة؟ فكل شيء بتوازن. عموما نحن أمرنا أنه أصحاب المعاصي يتم إقصاؤهم محاصرتهم لكي يشعروا، حتى نحسسهم بأنهم على ذنب عظيم. شوفون المجتمع مقاطعهم، المجتمع ينظر إليهم نظرة سلبية، هذا الأمر قد يوقظ فيهم ضميرهم ويجعلهم يراجعون أنفسهم. أما أن نقتلهم ونذبحهم بهذه الطريقة، هذا حكم ما أنزل الله به من سلطان، وهذا لا يجوز، وهو إثم عظيم. لا يجب أن نكون ملكيين أكثر من الملك. هذه شريعة محمد صلى الله عليه وآله، ما نتخطاها، ما نتجاوزها.